مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، ومساك الله بالخير لولو. مساك الله بالنور والسرور يا أبو تركي، ونمسي عليكم مشاهدينا الكرام. أكيد الكثير من الجهود اللي يبذلها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا هي محل فخر واعتزاز، تجسد لنا الاحترافية والدقة للكوادر الوطنية اللي قاعدة تخدم البحرين، ولله الحمد واللي كانت تجربتها في مواجهة الجائحة نموذج فعلا يحتذفه في على مستوى دول العالم يا فواز. بالفعل يا لولو، ونعتز دائما من خلال فقرات برنامجنا ان احنا نسلط الضوء على جميع هذه الجهود بمختلف مراحلها ونجاحاتها المتواصله. مشاهدينا خلينا نستهل معاكم حلقتنا اليوم بابرز اخبار مختلفه من بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما حققت مملكة البحرين من نتائج مرجوة في كافة مراحل التعامل مع فيروس كورونا أساسها وضع مصلحة الوطن والمواطن أولا في كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات. وخلال ترأس السمو ولي العهد اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد، أشار سموه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المواصلة بعزم لرفد الجهود الوطنية ولحفظ صحة وسلامة الجميع، مؤكد أن مملكة البحرين بتكاتف أبنائها المخلصين راح تتمكن من تحقيق النجاح عبر مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة. طبعا وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر بدءا من 6 أغسطس 2020 السماح بإعادة فتح الصالات الرياضية والملاعب الخارجية وبرك السباحة أيضا.
وفي خبر آخر، رأس معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اللي عقد صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. طبعا أوضح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن الظروف الراهنة أثبتت نجاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك من خلال تأصيل روح الوحدة والتضامن ما بين أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات اللي ساعدت الاتحادات الوطنية في تجاوز آثار الأزمة ودفع جهودها التطويرية قدما نحو الأمام. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه؟ باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء، العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B، وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم، وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما دي فهو شخص في البيت قاعد ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. حياكم الله من جديد. توافد عدد من المواطنين على مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اليوم الأول من إعلان الهيئة عن استقبال المراجعين بعد انقطاع بسبب هذا التحدي الصحي. لوحظ يا فواز خلال التوافد الطوابير الطويلة في مقر المبنى الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية بعد تعطل موقع الهيئة وصعوبة الاتصال بمركز الاتصال اللي حددته الهيئة لهذا الغرض. صحيح للو بالتأكيد، وإحنا عشان نفهم أكثر شنو صار تنضم لنا عبر الهاتف السيدة سلمى السيد، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مساء الخير بالخير أستاذة سلمى. نور، يا هلا فيكم. يا مرحبا. يعني لو نوضح سبب تعطل الموقع الإلكتروني للهيئة وتجمع بالتالي المراجعين. نعم، في البداية أحب أنا نعتذر عن الخلل الفني الطارئ اللي أدى إلى توقف خدمات البوابة الإلكترونية للهيئة. كان ذلك بسبب خلل فني غير متوقع أثناء صيانة الخوادم وتطوير الموقع. نعم. والفريق الفني في الهيئة قام مباشرة بالعمل على إصلاح العطل على مدار الساعة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتم إعادة تدشين الموقع لله الحمد في أقل من 24 ساعة من حدوث العطل، وجميع الخدمات الآن متوفرة عبر الموقع والبوابة الإلكترونية تعمل يعني بشكل صحيح. نعم، يعطيكم العافية. أحب أوضح لكم أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كانت سباقة في التماشي مع التوجه الحكومي للتحول الإلكتروني لجميع الخدمات اللي توفرها الهيئة، وتزامنا أيضا مع جائحة كورونا كوفيد-19 قامت بتدشين مركز إلكتروني لخدمة المشتركين على البوابة الإلكترونية، وتدشين بريد إلكتروني رسمي لمراكز الاستقبال لتسهيل عملية تواصل مراجعين. ومن بداية الجائحة لحد اليوم تم تقديم أكثر من 3000 طلب عبر هذا المركز. أيضا نظمت عملية استقبال المراجعين اللي تتطلب خدماتهم الحضور الشخصي عن طريق المواعيد.
أما عن ازدياد عدد المراجعين اللي صار اليوم كان بالتزامن مع تنفيذ أحكام مرسوم 21 لسنة 2020، حيث قامت الهيئة بالأمس مثل ما قلتوا بالإعلان عن فتح مراكز الاستقبال بالمقر الرئيسي وفرع سيف المحرق بدءا من اليوم حتى تاريخ 30 من الشهر من الساعة 7:30 صباحا حتى 6 مساء، هاي بيكون في أيام الدوام الرسمي، ويوم السبت القادم ويوم الخميس إجازة الوقوف العارفة بإذن الله من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء، وهذه للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمراجعين وخاصة بالمرسوم الجديد. نعم أستاذة سلمى، يعني لو بنتكلم عن الخطط المستقبلية، فما هي خططكم المستقبلية لتوسيع قدرة الموقع وأيضا مركز الاتصالات على استيعاب أعداد المراجعين؟ نعم أنا أتوقع أن الإعلان اللي أمس نزل وفتح مراكز الاستقبال للفترة المستقبلية للأسبوع القادم أتوقع يستوعب عدد الاتصالات والمراجعين، وأحب يعني أنا أوجه جميع المشتركين للموقع، البوابة الإلكترونية تعمل الآن وبإمكانهم أيضا يقدمون على البوابة الإلكترونية جميع الخدمات تعمل على مدار الساعة وعشان يستفيدون من جميع الخدمات المقدمة حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم. يعطيكم العافية على جهودكم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. الله يعافيك إن شاء الله. الأستاذة سلمى السيدة المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كل الشكر والتقدير لك. مشاهدينا، إصلاح أنظمة التقاعد هي عملية مستمرة واعتيادية في معظم البلدان، وهي أمر حيوي من أجل استدامة الصناديق، وهذا الإصلاح شيء طبيعي ترى، مو بغريب على مختلف دول العالم. فعلى الرغم من أن اختلاف فلسفة وآليات أنظمة التقاعد المتبعة في العديد من الدول، لكنها في مجملها تخضع للتقييم والمراجعة كل عدة سنوات، وما يتواكب مع الظروف والمستجدات اللي تشهدها تطورات المختلفة الحادثة، وبحيث تتضمن توحيد أيضا مزايا ومنافع التأمين اللي يتلقاها المتنفعون من هذه المزايا طبعا، والاستفادة بالتالي من خبرات الكوادر الوطنية المتراكمة. بالتأكيد يا فواز، يعني وتمثل التجربة البريطانية مثال على ذلك من خلال الإصلاحات والتعديلات اللي تقوم فيها. مشاهدينا، خلونا نتابع معاكم أبرز النقاط في التجربة البريطانية في إصلاح نظام المعاشات ورفع سن التقاعد، وراجعين نواصل حديثنا معاكم. للحديث أكثر حول أنظمة إصلاح أنظمة التقاعد، تواصلنا مع المحلل الاقتصادي في الاقتصاد السياسي أحمد الياسين، اللي حدثنا عن أهمية الإصلاحات في أنظمة الصناديق التقاعدية على مستوى العالم. خلينا نتابع. بالتأكيد الخطوات الإصلاحية الهيكلية هي بحاجة ماسة لها صناديق التقاعد حول العالم، ومثل هذه الحاجة الماسة لخطوات إصلاحية هيكلية أساسية هي بالتأكيد مهمة جدا، حتى قبل انتشار فيروس كورونا وقبل يعني هذه التبعات الاقتصادية الخطيرة التي بات يفرضها انتشار فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي. دعوني أبدأ أولا بتوضيح أهم التحديات الخطيرة التي تواجهها صناديق التقاعد حول العالم في الفترة ما قبل فيروس كورونا. أحد أهم هذه التحديات هو أن متوسط عمر الإنسان في الدول ذات الاقتصادات المتطورة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع الحال الذي كان عليه قبل عقود من الزمن، وهذه الصناديق
للتقاعد لم تشهد مثل هذه الخطوات الإصلاحية حتى يكون بمقدورها استيعاب مستوى العمر الجديد الذي يسجله الإنسان حاليا في الدول ذات الاقتصادات المتطورة، ما يعني واقعيا أن صناديق التقاعد باتت تعاني من فجوة استثمارية كبيرة جدا، وهذه الفجوة تزداد اتساعا كلما يعني زدنا في الفترة الزمنية من الآن حتى المرحلة المقبلة، حتى يتم واقعيا تطبيق مثل هذه الخطوات الإصلاحية الهيكلية. كذلك أيضا هناك تحدي كبير جدا تواجهه صناديق التقاعد حول العالم، هو يرتبط مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة في عام 2008، إذ كان من أهم الأدوات البنكية التي تم اعتمادها من قبل البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية هو اعتماد نسب فائدة متدنية جدا أو حتى أنها سلبية في بعض التكتلات كما هو الحال في منطقة اليورو. مثل هذا الواقع للسياسة النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية الرسمية انعكست بحال من التراجع الواضحة في مستوى العائدات الاستثمارية لصناديق التقاعد حول العالم، وبالتأكيد مثل هذا الواقع استمر لسنوات عديدة، ومن المتوقع حاليا أن مثل هذا الواقع في تراجع العائدات الاستثمارية أن يستمر إلى المرحلة المقبلة، خاصة وأن انتشار فيروس كورونا والتبعات الاقتصادية الخطيرة التي يفرضها على الاقتصاد العالمي سوف ينتج عنها اعتماد والاستمرار في الاعتماد للسياسة النقدية المرنة التي سوف ينعكس من خلالها تراجع مستمر في مستوى عائدات صناديق التقاعد حول العالم. الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضا قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
حياكم الله من جديد. ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتحت شعار صيف بلا حوادث، تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها القانونية اللي تشمل التأكد من سلامة المركبات والتأكد أيضا من عدم مخالفة أنظمة وقوانين المرور، ومنها تنفيذ القانون ضد مخالفي حاجب الرؤية لما يشكله من تأثير سلبي على سلامة مستخدمي الطريق. وأكدت الإدارة العامة للمرور أهمية تركيب عوازل حرارية للمركبات بما يطابق الاشتراطات والمقاييس المحددة بنسبة ما تزيد عن 30%. كما قامت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع القطاع الخاص بمكافأة السواق المتميزين بالأنظمة المرورية واللي عندهم سجل خالي من أي مخالفة مرورية. من خلنا نتعرف معكم أكثر أيضا على جهود الإدارة العامة من خلال هذا التقرير ونرجع نواصل حديثنا. يعطيك العافية. ما شاء الله سجلك المروري ما عليك مخالفات مرورية. نشكرك على التزامك بالأنظمة. هذه بطاقة شكرا مقدمة من الإدارة العامة للمرور على شكرك والتزامك. طبعا الإدارة العامة للمرور توفر لك عازل حراري بما أن أنت مو مركبة عازل حراري ولا حتى مركبة حاجب رؤية وملتزمة بالأنظمة القواعد المرورية، فهذه عازل حراري مقدم من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة درايفرز للعناية بالسيارات، توفر لك عازل حراري. يعطيك العافيه على التزامك، شكرا لك. مركب 0203 هذه انت كل ما ترفع فيه كل ما هو يقلل لك من حراره، ويمكن ما يقلل لك بعد اساسا، لكن عازل حراري اللي من شركه محترمه تكون موجوده عندك تركبها عليه على السياره بيكون عندك هذه العازل الحراري الدرجه مسموحه ويغيك من الحراره. احنا نقولك يا انت حن سيارتك وضعها مخالف، احنا ما نبيك تطلع خسران، نخليك تشيل الرايبون كل الرايبن اللي عليها، بنعطيك كوبون مقدم من شركه درايفن المعنايه بالسيارات تركب لك عازل حراري كامل مجانا. المخالفه اهم ولا سلامتك اهم؟ سلامتي اكيد. اكيد سلامتك اهم صح؟ ايه. زين هذا الرايبن هو قاعد يوقف لك عائق حق سلامتك. الرايبن اللي خسرته شلته دي كله بنعطيك كوبون تروح محل تركبه بشكل مجاني من المرور، ايش رايك؟ قابل؟ ابشر وسعد. حقيقة جهود كبيرة وملحوظة لرجال الأمن بشكل عام وللإدارة العامة بشكل كبير. يا بالفعل وتواجدهم يعني من أجل يعني شوف حطوا الاثنين العصا والجزرة. قد ما في مخالفات أيضا في مكافآت للأشخاص الملتزمين بالقواعد. والكل يعني يشيد مثل هذه المبادرات. طبعا الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور النقيب فايز أمين. النقيب فايز مساك الله بالخير أولا، وجهود بالتأكيد متواصلة تقوم فيها الإدارة العامة للمرور لتنفيذ شعار صيف بلا حوادث، ودنا تحدثنا أكثر عن هذه الجهود وأبرز هذه الجهود أيضا. مساء الخير أستاذ فواز، مسي عليك على الدكتور ألول وأبو الخير على جميع المشاهدين الكرام. طبعا بخصوص الجهود الإدارة العامة للمرور لا يخفى على الجميع أنها تعمل جاهدة على وضع الخطط والبرامج اللازمة طوال العام للحد من السلوكيات الخاطئة ورفع مستوى الوعي المروري وحفظ أو خفض نسبة المخالفات للحد من وقوع الحوادث المرورية في مختلف المواسم على مدار العام. طبعاً مثل ما ذكرنا من قبل أن يأتي شعار صيف بلا حوادث في هذا الموسم بالذات بأهمية سلامة أجزاء المركبة في فصل الصيف من خلال الالتزام بالفحص الفني بشكل دوري
وتجنب مسببات الحرائق وتعطل المركب على الطريق، بالإضافة إلى حاجب الرأية مما يعني يأثر بشكل سلبي على السائق، وأيضا بالحملات الميدانية التوعوية والإرشادية والتوجيهية بضرورة عدم ارتكاب أي سلوك خاطئ ممكن يأثر على سلامة جميع مستخدمي الطريق. نعم، يعني النقيب فايز، يعني لو تكلمنا من خلال دورياتكم ما مدى التزام أصحاب المركبات فيما يتعلق بتركيب العازل الحراري للمركبات وخصوصا في فصل الصيف هالأيام؟ نعم، بخصوص عازل حراري، في هناك يمكن لبس بين العازل الحراري وحاجب الرأية. يعتقد البعض أن حاجب الرأية يخفض من حرارة الشمس، بينما هو بالعكس يشكل خطورة كبيرة أثناء القيادة، خصوصا في الفترة المسائية تكون درجة الرأية يعني منخفضة، وعدم الانتباه لمتغيرات الطريق مما يعرض حياة السائق وحياة الآخرين للخطر. في المقابل لما السائق يركب حاجب رأية ما راح يلاقي الفائدة المطلوبة منه، فالأفضل يتم استبداله بعازل حراري عالي الجودة. طبعا احنا نلاحظ ان في يعني الحمد لله كثير من السواق ملتزمين اذا بنتكلم عن مدار العام، ولكن في فصل الصيف يصير لبس عن بعض السواق انه يستخدم حاجب الرأية على اساس انه يقلل من نسبة الحرارة، ولكن مثل ما قلنا انه يعني هذا يشكل خطورة عليه، فاحنا ننصحه انه يستبدل حاجب الرأية بالعازل الحراري ذو الجودة العالية، راح تكون الرؤية فيه واضحة للسائق، بشرط ان المقاييس محددينها ما تزيد عن 30%. نعم، بما انك نقيب فايز ذكرت او اتيت على ذكر حاجب الرؤية، فما هي الاضرار المترتبة جراء تركيب حاجب الرؤية للمركبة يكون مخالف للمعايير المعتمدة؟ نعم، احنا لاحظنا في السنوات اللي فاتت صارت كثير من الحوادث، منها تسببت بحالات وفاة للأسف، بسببها كانت أو بسبب حاجب الرأية، مما يشكل انخفاض في نسبة الرأية، ومثل ما قلنا يعني عدم الانتباه لمتغيرات الطريق. فنحن ننصح جميع مستخدمي الطريق أنه ما يستخدمون حاجب الرأية، لأنه هو أولا مخالف ويشكل خطورة كبيرة على السائق، واحنا دائما نسعى في الإدارة العامة للمرور للحد من المخالفات المرورية بهدف ان نرفع من مستوى السلام على الطريق ومستوى التوعية بشكل عام. نعم، يعني كل شكر لك السعادة النقيب فايز أمين من الإدارة العامة او إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا، البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. متواصلين معكم مشاهدي الكرام من برنامج مجتمع واعي، وفريق البحرين الوطني خلال تعامله اليومي مع جائحة كورونا بين لنا جانب مهم آخر من التعامل الاحترافي خلال هذه الأزمة، وهو جانب التعامل مع المخلفات الطبية ما بعد عمليات الفحص والتعقيم، وأيضا التعامل مع المصابين والمخالطين. طبعا هذا الجانب مهم جدا، خصوصا في ظل طبيعة هذا الفيروس الخطير واللي ينتقل بشكل سريع، وتطلب أيضا منا دقة عالية في التعامل والتعقيم المستمر بين الكوادر الطبية والأماكن اللي تواجد بها المصابين، وخلال عملية نقل هذه المخلفات من المستشفيات والمراكز إلى مواقع التخلص منها. في طرق احترافية ومهنية تتبعها مملكة البحرين في التخلص
التخلص من النفايات الطبية وخصوصا في ظل هذه الأزمة. وهناك أيضا فرق تفتيش من الهيئة العامة لتنظيم المهن الطبية وأيضا المجلس الأعلى للبيئة للإشراف على عمل المنشآت الطبية. طبعا زميلنا النشيط جدا يحيى العمري رافق فريق التفتيش في المنشآت الطبية واطلع معاهم على آليات فرز ونقل هذه المخلفات ومن ثم عملية التخلص منها في المحرقة. خلينا نتابع معاكم هذا التقرير ونعود لبدء حوارنا في الاستديو. في ظل ما تواجهه مملكة البحرين من ظروف استثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تبرز أهمية التعامل الاحترافي مع المخلفات الطبية المتنوعة حفاظا على سلامة المجتمع من الآثار الطبية والبيئية السلبية المترتبة عليها. موضوع المخلفات الطبية موضوع مهم ولا يمكن الاستهانة به، لما له من تأثير مباشر على صحة الإنسان وعلى البيئة بصورة أشمل في حال لم يتخذ الإجراء السليم مع المخلفات الطبية. احنا هنا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبالأخص تنظيم المرافق الصحية، مهمتنا رفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت الصحية اللي في طور الإنشاء واللي أصلا قائمة في البحرين. احنا مهمتنا ان احنا نتاكد انهم يستوفون جميع الاشتراطات والمتطلبات الفنيه والصحيه اللي يجب ان تتوافر في كل منشاه صحيه، وجزئيه التعامل السليم مع المخلفات الطبيه هي شرط من هذه الاشتراطات. القسم يرسل مفتشين انهم يفتشون على كل منشاه. وظيفه المفتش انه هو يشوف المخلفات الطبيه من اول نقطه في المنشاه الطبيه، مثلا ان تكون في حاويات خاصه في كل غرفة للعلاج للمعاينة، يجب أن تتوافر هناك محاويات خاصة أو أكياس خاصة على نوع المخلفات. مثلا إذا في مخلفات حادة في لها حاويات بلاستيكية بلون معين عليها تاريخ، فهذه المواصفات الدقيقة مهمة ويجب على المفتش أنه يتأكد منها، وهو يتأكد من بداية جمع المخلفات في هذه الغرف إلى أن يتم نقلها إلى الغرفة الخاصة في المنشأة الطبية، احنا نسميها غرفة المخلفات الطبية. حتى غرفة المخلفات الطبية لها مواصفات واشتراطات دقيقة يجب أن نتأكد منها، لا يمكن أن نستهين بأي اشتراط أن احنا نتنازل عنه، مثلا درجة الحرارة، مواصفات الغرفة الهندسية، الحاويات الخاصة اللي شركة البحرين للنفايات الطبية أنها تأخذها بعدين تنقلها، هذه بعد لها مواصفات، معقمات كفاية للموظفين اللي بينقلون هذه النفايات، فجميع هذه الاشتراطات يجب أن نتأكد منها. احنا نقدر نفرق بين هذه المخلفات بالألوان، عندنا اللون الأسود مخلفات العامة واللون الأصفر المخلفات الطبية عالية الخطورة، عندنا بعد مخلفات طبية عادية، وعندنا باللون الأحمر اللي هو المخلفات من أجزاء جسم الإنسان، وعندنا الشارب كونتينر أو العلبة حق المخلفات الحادة، ومنها عندنا احنا طرق كيفية تجميع هذه المخلفات وكيفية نقل هذه المخلفات إلى حجر خاصة عندنا في المستشفيات أو في المنشآت الصحية. فعندنا احنا من الكلينر أو المنظفين مال المستشفى عندهم جدول زمني يومي، عندهم مثلا في اليوم 3 لـ4 مرات يجون في كل قسم في المستشفى يأخذون ويجمعون المخلفات الطبية ويروحون، وكلش مهم إنه ما يلبسون الأشياء الأدوات الشخصية منها الكمام ومنها القفاز، وينقلون هذه المخلفات الطبية إلى حجرة المخلفات الطبية على حسب النوع وحسب اللون. خطورة كبيرة تحملها المخلفات الطبية في حال عدم التعامل معها بكل حذر ونقلها والتخلص منها وفقا لمقاييس ومعايير عالمية محددة بتنسيق مستمر بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. طبعا الخطورة اللي فيها إن هي مسببات، يعني تحتوي على مسببات للأمراض ومواد إذا صار فيها اتصال مع الناس أو تطايرت بأي طريقة من الطرق أو انتشرت بأي طريقة من الطرق فيها خطورة على الأشخاص اللي ممكن إن قد يتعرضون إلى أثارها.
فلهذا السبب في أسس وطرق سليمة للتعامل مع هاي المخلفات. فبعض من هاي المخلفات يكون إلزامي أنها تتجه إلى محارق للنفايات الطبية. طبعا عندنا في شرك في منشآت مرخصة من قبل المجلس الأعلى للبيئة تعمل على معالجة هذا النوع من المخلفات، وأيضا حتى عملية نقل هذا النوع من المخلفات تتم عن طريق ناقلين مخلفات مختصين يتم أيضا ترخيص لهم من قبل المجلس الأعلى للبيئة. نراعي من خلالها أن يكون عندهم الآليات السليمة والمناسبة مع اللي حصل مع الفيروس كورونا المستجد وال المخلفات اللي نتجت من عمليات معالجة المرضى أو من عمليات حتى سحب العينات والحاويات اللي تنوضع فيها هاي العينات ومراكز الحجر ومراكز العزل المختلفة. كانت الإجراءات المطبقة بالفعل من قبل حتى وصول فيروس كورونا هي الإجراءات السليمة اللي استمرينا عليها في التعامل مع الفيروس، اللي هي طريقة الحرق، وهي يعني أشد الطرق في التعامل مع المخلفات الرعاية الصحية وأكثر ما يمكن تطبيقها، واللي يعني نتوقع بإذن الله بأنها تضمن القضاء على مسببات الأمراض بشكل تام. تشريعات وقوانين متجددة يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للبيئة وبتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في المملكة لضمان التزام مختلف الجهات بتنفيذ المعايير والخطوات الصحيحة للتخلص الفعلي من مخاطر المخلفات الطبية. يحيى العمري لبرنامج مجتمع واعي تلفزيون البحرين. شكرا بالتأكيد لزميل يحيى العمري، وعودة لكم مشاهدينا الكرام. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو الدكتورة حصة صباح الدوسري، استشارية طب العائلة والقائم بإعمار رئيس قسم المرافق الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مرحبا فيك دكتورة، وسعداء جدا بوجودك. أهلا وسهلا دكتورة. احنا شفنا التقرير وشفنا ترى المهمة مو بسهلة، فشنو التحديات اللي والصعوبات اللي نواجهها كبحرين في مثل هذه الأمور، التخلص من النفايات الصحية صح التعبير؟ أولا أشكر لكم الاستضافة واهتمامكم بكل موضوع من شأنه أنه يرفع مستوى جودة الخدمات الصحية في مملكة البحرين. بالنسبة لموضوع النفايات الطبية، هي موضوعها جدا حساس، ممكن الواحد يقول هي نفايات طبية وياخذها ببساطة، بس كونها مجرد نفايات. أيوة كونها يعني مجرد نفايات، بس هي في الأساس تكون جدا حساسة على مستوى صحة الإنسان وعلى البيئة بصورة أشمل. فالمفروض أنها تنأخذ بعين الاعتبار، خصوصا أن حتى مؤخرا في الصحة منظمة الصحة العالمية انشرت على موقعها في سنة 2018 أن ما نسبة من مجمل النفايات الطبية هناك 15% نسبة خطورة عالية فيها. نعم. فالمفروض أن الواحد يتعامل معها بجدية في هاي الموضوع. نعم، هذه إذا تكلمنا عن الصعيد العام، لكن بينا حق مثلا وجود وباء عالمي مثل فيروس كورونا، فأكيد أن المخلفات الصادرة عنا راح تكون بعد حساسة كثيرة. فلو تكلمينا عن شنو هي الخطورة الكبيرة اللي تمثلها المخلفات الطبية في ظل هذا الفيروس تحديدا؟ طبعا خطورة المخلفات الطبية تكمن في الجرعة المرتفعة في نسبة الميكروبات والفيروسات اللي ممكن تتكون فيها. نعم. فلاش انت تتخيلين يعني مثلا الواحد داخل منشأة صحية، هو مراجع عادي ولا مريض، ممكن انه يتعرض لو لم يتعامل مع هذه المخلفات الطبية بصورة صحيحة ممكن يتعرض الى امراض اخرى من عدم التعامل مع المخلفات الطبية بصورة سليمة. صحيح دكتورة، هل في معايير محددة ممكن نعرف من خلالها ان هذه الجهة بالفعل قاعدة تقوم بالتخلص من المخلفات بطريقة صحيحة، ولا معايير معينة؟ طبعا احنا وظيفتنا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هدف من أهدافنا خدمات صحية آمنة ذات جودة عالية. فلما نهدف إلى جودة عالية في الخدمات الصحية نهتم بكل معيار من معايير الاشتراطات الصحية والفنية في كل منشأة صحية. عندنا اشتراطات عديدة، واحد من هذه الاشتراطات كيفية
كيفية التعامل السليم مع النفايات الطبية. فهذه الاشتراطات تفصل بالضبط من عملية الفرز في غرف المعاينة والغرف الكثيرة اللي في المنشأة الصحية. نعم. من عملية الفرز إلى النقل إلى التخزين في الغرفة الخاصة. تتابعون هذه العمليات كلها؟ طبعاً طبعاً. من وين تبتدي هي العملية التخزين من النفايات؟ هني يأتي دور المفتشين قسم التفتيش، فريق التفتيش في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن. الصراحة أنا أوجه لهم تحية كبيرة، فريق يعمل كخلية نحل صراحة، عندهم مجهود جبار يشكرون عليه. الفريق لما يقوم بعملية تفتيش يروح المنشأة الصحية يستلم الاشتراطات جميعها، ونتطرق الحين بس حق المخلفات الطبية. يدخل كل غرفة من غرف المنشأة الصحية يشوف عملية الفرز هناك، يعني لأن المخلفات الطبية لها أنواع متعددة. نعم. هناك مخلفات حادة، مخلفات معدية، مخلفات باثولوجية اللي فيها أعضاء جسم الإنسان. نعم. فهذه كل نوع من أنواع المخلفات لها حاويات خاصة. نعم. مثل المخلفات الطبية الحادة لها حاويات بلاستيكية لها ميزات معينة. صح. المخلفات الثانية مثل المعدية لها أكياس بلاستيكية بلون معين. المخلفات العامة، لأن المنشأة الصحية لازم بعد بيكون فيها مخلفات عامة، فهي تكون ألوان الأكياس البلاستيكية اللي تابعة حق البلدية. فالمفتش دوره أنه يشوف عملية الفرز اللي تتم في هذه الغرف، أن كل نوع من أنواع المخلفات تنحط في هذه العلبة أو الكيس الحاوية المناسب له، ويتابع عملية النقل، لأن من واجبات المؤسسة الصحية أن هي تكون عندها سياسة واضحة لكيفية الفرز والنقل. نعم. حتى النقل يختارون وقت معين، يعني ما يكون في وقت اللي زحمة في المؤسسة الصحية ولا في مرتادين مرضى أو زوار يكونون في المؤسسة، يكون الوقت الصبح المبكر أو نهاية اليوم اللي ما في مرضى. فهذه عملية النقل بعد يدقق عليها المفتش، والعملية التخزين اللي في الغرفة الخاصة في المؤسسة الصحية. نعم. لأن يعني الواحد ما يتخيل أن المخلفات الطبية تنحط في زاوية في المنشأة في المستشفى أو مركز طبي، ما يصير تنحط في زاوية ولا في مكان كذي من عزل، لازم يكون لها غرف خاصة. طبعا غرفة محددة باشتراطات، لها اشتراطات هندسية، ميزات، حتى يعني لكم تتخيلون أن الأرضية لها اشتراطات، المساحة الغرفة اللي تخزن فيها النفايات الطبية مساحتها بالنسبة حق كمية الإنتاج للمخلفات الطبية. يعني يمكن دكتورة هذه الجائحة تخلينا نحمد الله ونشكره، لأن قاعدين حتى يوم ورا يوم نعرف مدى الجهود الجبارة اللي تقوم بها الأقسام المختلفة في مجال الصحة. يمكن إحنا قاعدين نتكلم عن فريق طبي أول قاعد يدافع أو قاعد يحارب هذا الفيروس في مجال التطبب، لكن قاعدين بعد نطالع في مجال ثاني شلون أنتوا تحافظون أن أنتوا تنقلون هذه المخلفات الطبية اللي فعلا خطيرة بطريقة سليمة لين توصل إلى مكانها الأخير، وفعلا تضمنون صحة المراجع لهذه المستشفى وأيضا صحة العاملين فيه. فيعني دكتورة لو تكلمينا عن البروسيجر اللي مر فيها الحين، وهي وجدت في الغرفة هذه المخصصة فيها. أيوة. وبعدين تنقل، تعاملون مع أي مؤسسات؟ هي كل منشأة صحية من مسؤوليتها أنها تتعاقد مع شركة خاصة بالنفايات. حاليا عندنا شركة البحرين للنفايات الطبية هي اللي تتعاقد وياها أغلب المؤسسات. العملية الفرز اللي يدقق عليها المفتش، يدقق عملية الفرز إنه لو حصل خطأ، يعني تخيلوا معي لو إبرة حادة ما انحطت في مكان الصحيح ممكن العامل اللي مخول إنه هو ينقل النفايات الطبية ينجرح بها، ويمكن ينجرح تنقل الجرثومة اللي فيها. أي وتتغير حياته 180 درجة. صح. والعامل أصلا أمانة عندنا، فيعني بعد المفروض أنه هو يدققون حق عملية الفرز والنقل اللي يقوم بها العامل، وحتى لما يخزن في غرفة التخزين، غرفة التخزين النفايات الطبية يدققون على درجة الحرارة تكون من 15 إلى 18، في تسجيل يومي حق درجة الحرارة. يعني في بعض المؤسسات أنه ممكن ما تأخذها بجدية، أنه مثلا ما في تشيك للحرارة، ممكن أنه مو مخصصين
كغرفة للنفايات الطبية، فهذه اشتراطات جدا مهمة نحن نأكد عليها في الهيئة. يعطيكم العافية على الجهود. أحيانا يعني لو ما نسلط الضوء على مثل هذه الجهود ما نعرف أنه ترى في جهات معينة قاعد تشتغل والعملية متشابكة والعملية أيضا فيها تشارك حتى ما بين وزارة البلديات وما بين المجلس الأعلى للبيئة وما بين هيئة تنظيم المهن الصحية. عموما مشاهدينا في دور كبير أيضا للمجلس الأعلى للبيئة في التعامل مع المخلفات الطبية. خلونا نتعرف على هذه الإجراءات ودور المجلس الأعلى للبيئة من خلال التقرير اللي راح نشوفه معاكم، وراح نرجع لمواصلة حديثنا مع ضيفتنا الكريمة. فعلا جهود كبيرة وتكامل بين القطاعات الحكومية احنا نشوفها في التخلص من هذه النفايات الطبية اللي فعلا يعني اعتقد هي big question mark حق الكل. اعتقد ان هي تحتاج الى دراسات كبيرة في المستقبل للتخلص منها لمعرفة اثارها حتى على المدى الطويل، حتى بعد ما تدفن او تحرق شنو الامور اللي ممكن تترتب عليها. لكن احنا اليوم في هذه ظل هذه الجائحة ايضا المواطن قد يتخلص من بعض المخلفات الطبية، هل تحسون أن فعلا المواطن عنده وعي بهذا الشيء وهل يعرف كيف يتخلص من هذه المخلفات؟ طبعا هني يأتي دور المؤسسات الصحية، احنا لما نفتش عليهم بعد ناخذ دور النصح والتقديم الإرشادات للمؤسسات الصحية، ان نتأكد في إعلانات إرشادية موجودة في كل مؤسسة خصوصا مع هذه الوضع الكوفيد 19. لازم كل واحد يدخل المؤسسة الصحية على الأقل ينتهزون الفرصة إن هو دام داخل هذه المؤسسة الصحية ياخذ تثقيف، فرصة من التثقيف حتى لو كان من خلال الإعلانات الاسترشادية الموجودة في داخل المنشأة اللي تبين له أن المخلفات الطبية ممكن اللي يكون عنده ماسك القناع أو القفازات ما يتهاون بها، يعني يرميها حتى لو إحنا ما بنقول في البيوت عندهم ألوان متعددة حق الأكياس البلاستيكية، بس على الأقل يعرف من دور المنشأة الصحية تعلمه وتثقف الإنسان اللي بيدخل هذه المنشأة أن عليك واجب أن ترمي هذه المخلفات في الحاويات الخاصة حتى لو كانت عنده في البيت، على الأقل حاوية مغلقة بإحكام. نعم يمكن هذه يعني دكتورة يمكن إجابتك قاعدة تقودني حق سؤال ثاني. نعرف أن إحنا في البحرين عندنا موضوع الحجر المنزلي أو حتى العزل المنزلي للمصابين. في حالة العزل المنزلي نعرف أن الشخص يستخدم بعض المعدات وهو مصاب بالفيروس، كيفية التخلص منها بطريقة آمنة ما تخلي العدوى ينتقل. الحمد لله احنا فريق البحرين مو مقصر في هالشيء، طبعا يعطون التعليمات كاملة حق أي واحد في العزل أو في الحجر يكون عندهم فكرة أن المخلفات الطبية سواء استخدم ماسكات أو قفازات أو حتى ثياب يحطها في الأكياس البلاستيكية ويحكم إغلاقها. ما يعرضها يعني بعد يحافظ على حياة اللي وياه، فما يرميها كذي، لازم يحطها في أكياس بلاستيكية ويغلقها ثم يرميها في الحاويات. بالضبط، وهذه عطفا على كلامك بعد حتى الثقافة الصحية صارت منتشرة في المنازل. اليوم نشوف بعض الأهالي في منازلهم حتى القفازات مثل ما قلت ومسكت، حتى لو ما كان في شخص مصاب بعد هذه يكون لها تغطية خاصة ويكون بعيد عن سلة المهملات. بلم تكلمتي عن الجانب القانوني، شلون تتم عملية المراقبة والمتابعة من الناحية القانونية، وهل هذه القوانين
صارمة وكافية عشان تحافظ على سلامة صحة المواطن؟ أيوة، إحنا لما ناخذ هدف الهيئة نحو جودة عالية في الخدمات الصحية، إحنا كل مرة نروح المنشأة صحية نأكد عليهم أن لازم نتأكد من الاشتراطات اللي صدرت في القوانين اللي في البحرين اللي تخص المنشآت الصحية. طبعا القوانين في البحرين الحمد لله من منذ نشأة المؤسسات الصحية وهي موجودة عندنا. صحيح. أحدثها قانون قرار رقم 2 لسنة 2019 الصادر من المجلس الأعلى للصحة، يختص بتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وجميع الاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في هذه المؤسسات. فالاشتراطات واحدة منها تخص المخلفات الطبية، لما نروح ونفتش على المؤسسة الصحية نتأكد أنهم عندهم سياسات واضحة وملتزمين بها. لو لا سمح الله تم رصد مخالفة أو عدم التزام بهذه الاشتراطات اللي منها المخلفات الطبية، يتم إخطارهم عن طريق المفتش في نفس الزيارة أن يا جماعة المفروض هذه الخطوة وهذه الخطوة تعدل. هو الهدف ليس رصد مخالفة، الهدف نحو يعني بيئة صحية آمنة وجودة للخدمات الصحية. فلما ترصد المخالفة يخبر المسؤولين في المؤسسة الصحية، والحمد لله احنا يعني بصورة عامة نشوف تجاوب، لان الكل يبي المنشأة الصحية ترخص. لان احنا لما نروح تفتيش يا نفتش منشأة صحية في طور الإنشاء لأول مرة في البحرين أو منشأة صحية قائمة أصلاً. صحيح. في مملكة البحرين وتسعى إلى تجديد ترخيصها السنوي. نعم. فالعمليات التفتيش يعني ما أبالغ بصورة يومية ترى للمنشآت الصحية. عندكم فريق كبير يقدر يستوعب الحجم المؤسسات؟ والله إن شاء الله إن شاء الله نقدر، يعني مو كبير بس يعني إن شاء الله إحنا قدها. فلما يرصد هذه المخالفة يتم مخاطبتهم وإخبار المؤسسة أن ليتم ترخيص المؤسسة يجب عليه تعديل هذه المخالفات. نعم. يعني تصحيح الأوضاع يجب أن يكون قبل الحصول على هذا الترخيص الدوري. طبعاً. وشلون تلمسون تعاون المؤسسات الصحية مع المفتشين ومع الإجراءات ومع القوانين؟ لا الصراحة الحين صار في وعي أكثر، صار دور الهيئة الحمد لله واضح، وأغلب المنشآت تستقبل المفتشين برحابة صدر، خصوصا أنهم يعرفون دور المفتش يتعاون ويساعده. إحنا وجدنا لنساعدهم بالفعل ونبين لهم الطريق السليم لتصحيح أوضاع للترخيص. فيعني كل ما كان المؤسسة الصحية ملتزمة بالاشتراطات طبعا بتمشي بسلاسة وبتترخص وبيكون عندنا منشآت صحية مرخصة الحمد لله. وهذا اللي نبي نوصل له. أيوة. أنا قلت قبل شوي أن العملية مو بسهلة أبدا، فيها تشابك وفيها شراكة، شراكة جميلة جدا ما بين مختلف الهيئات والوزارات. فشلون يتم التنسيق ما بين الهيئة وما بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة؟ الحمد لله في اجتماعات بين وزارة الصحة وبين المسؤولين في المجلس الأعلى للبيئة. مؤخرا حتى صار اجتماعات بين الهيئة والمجلس الأعلى للبيئة للنظر خاصة في موضوع التعامل الصحيح مع النفايات الطبية ذات الخطورة العالية. نعم. وتطلع قرارات، حتى في عندنا فورمة اللي تمليها المؤسسة الصحية وقت اللي تنقل المخلفات الطبية من الغرفة المخصصة إلى المكان الأخير للتعامل معها سواء بالحرق أو الدفن. هذه اختصاص المكان الأخير للتخلص. أيوة. فهذه الفورمة انشأت من تعاون بين الهيئة وبين المجلس الأعلى للبيئة. جهود فعلا جهود تكاملية تخلينا فعلا نفخر أن عندنا قطاع طبي متميز يفكر وما ينسى ولا أي ثقرة من ضمن هذه الأمور المهمة. لو أعطيك الكلمة الأخيرة، رسالة توصلينها سواء للعاملين في القطاع الصحي أو حتى للمواطنين وخاصة بموضوع النفايات الصحية. كلمتي الأخيرة أن احنا طول عمرنا عندنا مجتمع واعي ومثقف ونعتمد عليه. لما كل ما كان عنده وعي في خصوصا في التخلص من النفايات الطبية بصورة سليمة بنحافظ على بيئة سليمة لمجتمع سليم.
فعلا وصل. فعلا يعني احنا مجتمع واعي، واكيد حديث مهم وموضوع جدا حساس يؤكد على اهتمام المملكه بصحه المواطنين من مختلف الجوانب، وحرص المسؤولين بعد على التعامل بكل احترافيه مع المخلفات الطبيه. الدكتوره حصه الدوسري، شاكرين لك تواجدك معنا في برنامج مجتمع واعي، وشاكرين لك المعلومات القيمه اللي قدمتيها لنا. شكرا لك دكتوره. بالتاكيد مشاهدينا فاصل وراجعين لكم في برنامج مجتمع واعي، خليكم معنا. حالة مصابة راح تجمعات عائلية، وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو COVID-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أنه يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوون لنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات عساس نتأكد، لكن بعد الواحد دائماً يخاف إنه هو يعدي، وخاصة إنه هو بيعدي أقرب الناس له. قبل كم من يوم أنا كنت نازلة من على الدرج ركير وهو واقف تحت، وقف أقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا أنا عبالي جاية تحضنيني، أنا ما أقدر حتى إني أحضن أبوي. هاي زينب. أتمنى الصحة للجميع ولا تشوفون أي مكروه، نبي بس أنكم تلتزمون. ما حد يتمنى أن أحد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف أو أن يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفترة. إذا هو التزم بمسؤولية فهذه طبعاً بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. بلا شك مشاهدينا الكرام تلعب صحافتنا المحلية دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيفه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، وجهود الصحفيين وكتاب الرأي والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة وأيضا منصات التواصل الاجتماعي. طبعا وأكيد فريق الأعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج اللي يعني تكلمنا عن مبدأ التباعد الاجتماعي وخصوصا مع اقتراب العيد للكاتب الصحفي محميد المحميد بعنوان في التباعد الاجتماعي العيد عيدان. خلونا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال ونرجع نواصل حديثنا. الأسبوع القادم نكون في عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى،
وهو ثاني عيد يمر علينا هذا العام في ظل تفشي جائحة كورونا على العالم أجمع، التي أوجبت بعض إجراءات وقائية لضمان صحة وسلامة الجميع. من هذه الإجراءات التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والخروج من المنزل عند الضرورة، وقد شهدت أيام عيد الفطر الماضي تجاوز البعض لتلك الإجراءات، مما أسهم في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بقرابة 1000 حالة، وهو رقم كبير ومزعج ومقلق في الوقت ذاته. ومن الأهمية بمكان ألا يتكرر الأمر في عيد الأضحى الأسبوع القادم، وحتى يكون العيد عيدين، عيد الأضحى وعيد الصحة والسلامة من الإصابة بفيروس كورونا وضمان عدم تكرار ما حصل في عيد الفطر، فإن المسؤولية اليوم مضاعفة على الجميع، أفرادا ومؤسسات، مواطنين ومقيمين، من أجل مواصلة قصة النجاح البحرينية في التصدي لفيروس كورونا بكل عزم وإيجابية، ولتخفيف الضغط على الطاقم الطبي وأبطال الصف الأمامي، وعدم تحميل الدولة المزيد من الأعباء والمصاريف جراء عمليات الفحص والعلاج وغيرها من إجراءات. إن المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني والدور الحضاري تدعونا لأن نلتزم بالإجراءات التي وضعها فريق البحرين، وأن نحافظ على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة، حتى يكون العيد عيدين والمناسبات السعيدة والأعياد قادمة بإذن الله تعالى. وللحديث أكثر حول هذا المقال يسعدنا أن يكون معانا مباشرة على الهاتف الكاتب الصحفي محمود المحميد. مساك الله بالخير أبو تركي، ويعني تابعنا في أمس في المؤتمر الصحفي اللي عقده الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، وأكد خلاله ضرورة المواصلة بعزم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك. وشفنا أيضا ذكرهم لعدد من المقارنات والأرقام حول هذا الموضوع، وأيضا حضرتك اليوم تكلمت في مقالك عن أن خلي العيد يصير عيدين ونلتزم مبدأ التباعد الاجتماعي، لو تكلمنا أكثر عن أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي في فترة العيد. مساكم الله بالخير جميعا، شكرا لكم على هذا البرنامج. ولا شك أن احنا يعني نمر في ظرف استثنائي، وهذه هو العيد الثاني اللي مر علينا وإحنا في ظل جائحة كورونا، لكن لابد أن احنا أيضا نكون إيجابيين. مثل ما ذكروا الأخوة في المؤتمر، نسبة الشفاء عندنا ولله الحمد في المملكة البحرين مرتفعة، نسبة الوفيات منخفضة، الفحوصات البحرين الثاني أكبر نسبة يعني على مستوى العالم. هناك بعض الممارسات أو بعض العادات والتقاليد الواحد ود أن يسويها، ولكن الآن نحن في ظروف استثنائية نوقفها بشكل مؤقت، سواء كانت الزيارات ولا التهاني، ولكن هذه ما يمنع أن احنا ما نمارس فرحة العيد. فرحة العيد ممكن من خلال تزيين البيت نفسه، تحضير الأكل، شراء ملابس العيد ولبسها، التصوير، التواصل الإلكتروني بين الناس. فالتباعد الاجتماعي ما يقصد فيه فقط أن احنا ما نفرح في فرحة العيد، ولكن نمارس هذه الفرحة بما يتوجب مع ضروريات الوضع اللي احنا فيه. لابد نحن نعرف أيضا أن حتى صلاة العيد، لدينا تجربة في عيد الفطر الماضي أن في ناس أصروا على صلاة العيد، تم تصويرهم من أصبحهم، وهذا الشيء صح أن الصلاة سنة حميدة وسنة مؤكدة أن الناس يسوونها، لكن في هذه الظروف أعتقد أن الواحد يصليه في بيته بمفرده أفضل ما يكون هناك جماعة، وهذا أيضا يؤثر على زيادة الإصابات. وإحنا كلنا في البحرين فريق واحد، لو واحد أخطأ الكل راح يتأثر. نواصل بعزم، نواصل بجدية أكثر. لابد أن يكون عندنا أيضا توعية. الجماعة في وزارة الداخلية هم مقصرين، يودون التجمعات ووقفونها، يحاسبون أيضا المخالفين بخصوص الكمامات، ولكن أيضا لابد أن يكون إحنا عندنا أكثر. من خلال تجربة عيد الفطر وجدنا أن الإصابات زايدة في المواطنين نفسهم، ليس في الجاليات والأجانب، إنما أيضا المواطنين. لا ننسى أن احنا أيضا بعد فترة العيد الإجازة راح تنتهي يوم الأربعاء، بيصير دوام أربعاء وخميس، فاللي ما مارس التباعد الاجتماعي في العيد راح ينقل هذا الأمر أيضا حتى حق زملائه اللي هم قد يكون بعضهم التزم، وينقل إلى أسرهم. المسؤولية مشتركة، مسؤولية مجتمعية على الجميع، والله إن شاء الله
يعيد العيد هذه وكل المناسبات إن شاء الله بخير وسلام حق البحرين بإذن الله. اللهم آمين، والله يعيدنا يعيد هالعيد علينا إن شاء الله سنين طويلة وإحنا في صحة وعافية يا أبو تركي، وكل شكر لك على هذه النصائح الهامة اللي ذكرتها، وفعلا يعني إحنا فريق واحد على طول انتباهه بأن إحنا فريق البحرين، فأكيد اللي يصيدك بيصيدني واللي بيصيدني بيصيد غيري، فخلنا نتكاتف وفعلا نفرح بالعيد لكن ونمارس بعد أيضا التباعد الاجتماعي. كل شكر لك الكاتب الصحفي محمود المحمي، شكرا جزيلا لك. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط ويمكن أقل، بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. حياكم الله من جديد، ونتحدث الآن عن المتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اللي أكدوا للجميع أن التطوع فرصة مكنتهم من تسخير كافة الحب والعمل الدؤوب اللي يحملونه في أنفسهم تجاه هذا الوطن الغالي، وأنهم مستعدين يبذلون الغالي والنفيس لأجل البحرين ولمحاربة هذا الفيروس. بالفعل يا فواز، يعني وجود المتطوعين ومشاركتهم الفاعلة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يبين لنا يوم بعد يوم التعاون والمشاركة والعطاء والتضحية، وكل هذا يدل على الشراكة المجتمعية، وخصوصا لما شفنا بعض الشخصيات اللي لها باع طويل في العمل التطوعي وهي تشارك وتعلم وبعد تتطوع من أجل البحرين في ذي الظرف الاستثنائي اللي مر على العالم كله. فريق أعداد مجتمع واعي ما زالوا مستمرين في التواصل مع المتطوعين عشان يقولون لنا تجاربهم وينقلون لنا دورهم مع التطوع، واليوم تواصلنا مع مشاري سلمان أحد المتطوعين في وزارة التجارة والصناعة والسياحة. في البداية راح يخبرنا شو اللي خلاه يتطوع في هذه الفترة الاستثنائية. أحب أشكر القائمين على البرنامج أنهم اتاحوا الفرصة لنا للتعبير عن مشاعرنا الوطنية في ظل هذا التحدي الصحي ونشر الوعي وثقافة التطوع بين فئات المجتمع البحريني. وبالرجوع حق سؤالكم، طبعا السبب الرئيسي والدافع الرئيسي والروح والدافع الوطني اللي خلاني أن أكون من أول المساهمين والتأثير الإيجابي على المجتمع البحريني بجميع فئاته وخاصة فئة الشباب والناشئة في مجتمعنا البحريني. يعني لو تخبرنا مشاري عن المهام في التطوع، شنو كانت مهامك وشنو الأشياء اللي استفدتها يعني خلال فترة التطوع اللي قمت فيها؟ لله الحمد، طبعا من أول ما شاركت في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة تم تشكيل فرق مكونة من متطوعين ومتطوعات، والهدف هذه طبعا المتطوعين والمتطوعات يقومون بحملات تفتيشية وتوعوية لتغطية جميع مناطق البحرين طبعا، وكانت قامت إدارة التفتيش مشكورة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتدريب وتأهيل جميع المتطوعين والمتطوعات من خلال الحملات الدورية، وطبعا من خلال هذا المنطلق أيضا أخص بالشكر المشرف على المجموعة الأخ محمد الشوملي اللي قام وكرس جميع جهوده ووقته بالإرشاد والتوجيه على الحملات التفتيشية بمحافظة المقر. طبعا كنا نقوم خلال فترة الحملات التفتيشية في محال تجارية كنا نتأكد من الاشتراطات والالتزامات بالإرشادات التوجيه الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا من خلال وضع الملصقات، التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات ووضع المعقمات. مشاري أيضا حب أنه يوجه كلمة أخيرة عبر برنامج مجتمع واعي لجميع الشباب خصوصا في هذا التحدي الصحي اللي نعيشه. خلنا نسمع شكال مشاري.
طبعا حبيت اوجه كلمه اخيره حق الشباب. التطوع هو مو بس حكر فقط على الشباب او المتطوعين ضمن الفريق البحرين. التطوع هو واجب وطني لكل مواطن ومقيم على ارض مملكتنا الغاليه الحبيبه، بالالتزام بالاشتراطات الاحترازيه للتقليل من حد من الانتشار اللي هو الفيروس. بفضل الله بفضل جهود الفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الأمين، مملكتنا مملكة طبعا ذات مجتمع واعي، مما انعكس على انخفاض نسبة الإصابة وارتفاع عدد المكتشفين، لتكون البحرين في المرتبة الأولى بين دول الخليج، والتي أشارت فيها منظمة الصحة العالمية من خلال المؤتمرات الصحية. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا COVID-19. الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليمريز تشين رياكشن اللي PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات، بس إحنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات. مشاهدينا راح ننتقل معاكم إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا لولو، وبالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 23 من شهر يوليو 2020. عدد الفحوصات أجل أجرتها مملكة البحرين اللي هي أكثر من 752 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 3610 حالات. وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 3566 حالة، فيما يبقى 44 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 91 حالة، أما المتعافون فيبلغون 33894 متعافي. الوفيات 133 وفاة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 321 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 162 حالة لعمالة وافدة و159 حالة لمخالطين، وتسجيل 3 حالات وفاة وتعافي 439 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس. والكلمة ليش لولو، تفضلي. شكرا لك فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. مشاهدينا ولله الحمد
يعني قاعدين نشوف يوم بعد يوم أو في الأيام الأخيرة بالفعل أن هناك في تراجع في أعداد الحالات القائمة، وأن العديد من الأنشطة إن شاء الله راح ترجع قريباً بإذن الله، وإن شاء الله يا رب مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية راح ترجع حياتنا مثل ما كانت وأحسن، ونتفائل بعون الله وبعزم أبناء البحرين بمواصلة الالتزام بكافة الإجراءات حتى الانتهاء من هذه الجائحة. بالفعل يا لولو، اليوم رهاننا على شنو؟ اليوم رهاننا على مواصلة الالتزام، خصوصاً وأن العيد قريب، وما توقع أحد فينا يتمنى أنه يضر هله ولا يضر مجتمعه ولا اللي حوله بقصد فقط أنه يهنئ بالعيد. التجمعات اللي كانت في أواخر رمضان وعيد الفطر كانت سبب ترى في 1000 إصابة أو أكثر يمكن. نبي نحافظ على نزول أعداد الإصابات، ونبي أيضاً فرحة عيد الأضحى تتم. وشلون بتتم؟ بالتزامنا بكافة الإجراءات الاحترازية والامتناع عن تجمعاتنا العائلية والخروج حتى لغير الضرورة، هذه بعد أيضاً نتركها ونستمر، وإن شاء الله بتستمر فرحتنا بعون الله في تراجع أعداد الإصابات. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهاية حلقة اليوم، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي مع الزملاء بسام ورقية يوم الأحد القادم بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، في أمان الله.